يا شيخ مثلا واحد ذهب عمره وقصر شعره من قدام ومن وراء وكذا، هل عليه دم ولا لا؟ هذا الذي ذهب للعمرة وقصر يجب أن يكون التقصير شاملا لكل الرأس، ومن الخطأ أن يقص من جانب واحد أو من جانبين أو من ثلاثة أو من أربعة، لا بد أن يكون التقصير شاملا لكل الرأس. ولهذا نرى أنه لو أن الإنسان استعمل هذه المكاين على نمرة أربعة أو ما أشبه ذلك لحصل المقصود. فينظر إذا كان التقصير شاملا لأكثر الرأس كفى، وإلا فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها الفقراء.